التطورات الأخيرة. أعلن أحمد شفيق منذ ساعات عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر لوكالة رويترز للأنباء، ثم بعدها بساعات يظهر شفيق على قناة الجزيرة القطرية ويقول أن الإمارات على حد وصفه قد منعته من السفر، وأنه يتمسك بحقه الدستوري في خوض الانتخابات، ويرفض ما أسماه التدخل من جانب الإمارات في شؤون مصر الداخلية، ويشكر الإمارات على فترة ضيافته. منذ قليل أعلن السيد أنور جرجش وزير الدولة لشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية الشقيقة أن ما قاله شفيق لا علاقة له بأي صحة على الإطلاق، وقال أن أثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام، وتؤكد دولة الإمارات بأنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق دولة الإمارات. جرجش يقول أيضا تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بن نكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه. إذن هذا هو رد دولة الإمارات الرسمي على ما زعمه شفيق من أنه منع من مغادرة دولة الإمارات. كانت بعض الأنباء قد ترددت عن جولة يزعم شفيق القيام بها إلى إحدى الدول الراعية للإرهاب، لكن الحقيقة بغض النظر عن كل هذه المزاعم نحن أمام موقف معقد للغاية. فيما يتعلق بحق أحمد شفيق في الترشح للانتخابات الرئاسية، فلم يصدر من أي جهة في مصر أن هناك ما يعوق الفريق أحمد شفيق من الترشح في أي وقت من الأوقات، ليس بعد إعلان ترشحه لوكالة رويترز الأنباء اليوم، ولكن منذ تردد أنباء عن عزم شفيق الترشح للانتخابات الرئاسية لم يكن هناك من الدولة المصرية أي رد في هذا الصدد، وبالتالي كان المجال مفتوح لشفيق. الأمر اللي طرح بعد ساعات قليلة من ترشح شفيق كان يتعلق به هل ما يقوله شفيق يعبر عن خطوة حقيقية سيقوم بها بالفعل ويترشح للانتخابات الرئاسية؟ طيب ماذا لو ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية؟ هل سيترشح من دولة الإمارات أم أنه سيعود إلى مصر؟ كانت هناك تساؤلات كثيرة تتعلق بهذا الأمر، خاصة مع ما بدأ أنه موقف رسمي من شفيق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية. لكن حدث تحول درامي إن صح التعبير في ما يتعلق بمواقف شفيق، ليقرر شفيق أن يظهر على قناة الجزيرة القطرية. وقناة الجزيرة القطرية هي قناة من وجهة نظر الرباعية، نتكلم عن مصر والإمارات والسعودية والبحرين، هذا التكتل الرباعي الذي اتخذ قرارات ضد قطر هي تنتهك سياسات معادية ليس لمصر فقط ولكن لمصر وأشقائها الخليجيين في المنطقة، نتحدث عن مصر، عن الإمارات، عن السعودية، عن البحرين. كان من الأولى للفريق شفيق إذا كان يريد أن يعبر عن موقف ما أن يختار الوسيلة المناسبة للتعبير عن موقفه. قد يقول البعض أن ربما وسائل الإعلام المصرية كانت ستمنع شفيق من إعلان كلمته، هل جرب شفيق أنه يرسل هذه الكلمة إلى وسائل الإعلام المصرية ورفضت؟ إذن هذه الفرضية لم تختبر. لكن أن يختار شفيق قناة الجزيرة التي تنتهك سياسات معادية ضد وطنه مصر من ناحية، وضد الدولة التي أكرمته على حد تعبيره ووفرت له الرعاية الكاملة واستضافته استضافة كريمة طيلة الفترة السابقة، هل يكون رد الجميل للإمارات بالظهور على قناة الجزيرة التي تنتهك طول الوقت سياسات وتنتهك دولة قطر طول الوقت سياسات تضر بالأمن القومي الإماراتي بشكل سافر للغاية، يتعلق باتصالات واضحة مع إيران تضر بالأمن القومي العربي والأمن القومي الإماراتي؟ هل هذه المنصة هي المنصة الصحيحة التي كان على شفيق أن يظهر من خلالها؟ الأمر الآخر ليست فقط معادية للإمارات ولكنها أيضا معادية لمصر، هي تبث سموم وتغطية غير مهنية على الإطلاق طيلة الوقت، تمثل انحيازا
واضحا لجماعة الإخوان الإرهابية التي أعلنت فصائل لجماعات مسلحة تابعة لهذه الجماعة منهج العنف في مصر. احنا على فكرة هنا بنتكلم انا شخصيا وكل الناس اللي موجودين وبيفكروا في مصلحة هذا الوطن ليسوا ضد ترشح احمد شفيق للانتخابات الرئاسية، يحق له ان يترشح ويحق له ان يكون له نفس المناخ يعني المطروح لاي منافس اخر في الانتخابات الرئاسية، في الظهور، في الاعلان عن برنامجه، في ما يشاء وفي كل الأمور. لكن أن يختار شفيق في لحظة لا أحد يفهم حتى الآن أسبابها الحقيقية، لأن الإمارات حينما يعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية فيه أن شفيق غير ممنوع من السفر، إذن يستطيع شفيق بعد دقائق من هذا التصريح أنه يحجز تيكت ويروح على أي مكان هو عايزه طالما أن الإمارات أعلنت ذلك بشكل رسمي. لكن أن يختار، وبغض النظر عن صحة ما يقوله أو عدمه، أن يختار الجزيرة، أنا أعتقد أن هذه نقطة وخطأ استراتيجي كبير للغاية سيدفع ثمنه الفريق أحمد شفيق. ونحن هنا نتحدث عن الثمن من الناحية السياسية وليست من أي ناحية أخرى، عشان بس يبقى الكلام محدد واضح. كان يراهن الكثيرين وشفيق منهم على أن أخباره لن تظهر على محطات التلفزيون المصري، ولكن إحنا بنقول هذه الأخبار، ولم يختبر شفيق فردية أن أخباره ستمنع. كان من الممكن أن يرسل هذا البيان أو هذا الفيديو إلى القنوات المصرية اللي هي وطنه، هذه القنوات الموجودة على أرض وطنه، ويقول من خلالها ما يريد أن يعبر عنه. أما أن يختار شفيق أن يظهر عبر قناة الجزيرة القطرية فهذا موقف لا يتنافى فقط مع المبادئ الوطنية التي يجب أن يتمسك بها شفيق من ناحية قناة ودولة تعادي مصر بشكل واضح، لأن ده الحقيقة هيطرح تساؤلات كثيرة للغاية. إذا كنت قد اخترت الجزيرة التابعة لقطر في بث رسالتك الإعلامية، طب في برنامجك الانتخابي موقفك هيبقى من قطر ايه؟ التي تشير واعلنت مصر، واعلنت مصر بشكل رسمي ان قطر وتركيا تتورط بشكل واضح جدا في دعم الارهاب في مصر. نحن امام معضلة حقيقية. يعني انا اعتقد ان كانت هناك حسبة انتحارية من جانب شفيق وهو يقرر الظهور على قناة الجزيرة. من حق شفيق أن يترشح للانتخابات الرئاسية، ومن حقنا نحن كمصريين أن نشهد انتخابات تنافسية حقيقية يترشح فيها من يشاء أن يترشح، فليترشح شفيق، فليترشح خالد علي، فليترشح من يريد أن يترشح، وليترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا أراد أن يترشح. على فكرة لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقف رسمي حتى الآن أنه سيقود انتخابات الرئاسة. ما يعتقده البعض أنه مسلم به هو أمر غير صحيح، لأن خليني أحكي لحضراتكم أن الرئيس في المؤتمر الصحفي اللي جمعوا به الصحفيين الأجانب في شرم الشيخ أصر الزميل خالد ياسر رزق، أصر أن يعلن الرئيس ترشحه للانتخابات من الآن، ولكن الرئيس قال له سأتمسك بموقفي إذا سمحت لي يا أستاذ ياسر، سأعلن عن كشف حساب عن الفترة التي توليت فيها حكم البلاد وهي الفترة الرئاسية الأولى، ثم بعد هذا الكشف سأنتظر ردود الأفعال وأقرر حينها ما إذا كنت سأترشح لفترة ثانية أم لا، وربنا يولي الأنسب. هذا هو تعبيره. ونحن هنا نقف أمام طبعا البعض بيقول يعني الحكاية مش مستاهلة، كده كده هيترشح. حتى إذا ترشح فهو لم يعلن هذا الأمر. إذا كان شفيق قد أعلن أنه سيترشح، إذا كان خالد علي قد أعلن أنه سيترشح، فليترشح من يشاء أن يترشح، ويجب أن تكون لهم نفس الفرص المتكافئة في هذا السباق. يجب أن تشهد مصر انتخابات تنافسية حقيقية، هي من مصلحة الجميع أن يكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر يتنافس فيها من يتنافس، ومن مصلحة النظام نفسه أن تكون هذه الانتخابات تنافسية حتى يظهر الدعم الشعبي الحقيقي الذي يتمتع به الرئيس السيسي إذا نجح في هذه الانتخابات أو في الفترة الثانية. لكن علامة الاستفهام الكبرى التي نفكر فيها الآن، لماذا اختار شفيق الجزيرة ليعبر فيها عن رسالته؟ قد زي ما قلت لحضراتكم يقول أنني منعت هذا الاختبار، لم يختبر، لم ترسل يا سيدي هذه الرسالة أو هذا البيان للقنوات الفضائية المصرية أو الإعلام الرسمي حتى ومنعه. لم يحدث، لا التلفزيون المصري ولا القنوات الخاصة تلقت رسالة من شفيق أنه يريد أن يقول هذا البيان. طيب
كيف يعني كلمات أنور جرجس تحمل يعني شعور بالألم من جانب الإمارات؟ ونأسف وللأسف في هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي شاعر العرب الكبير: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. من حق الإمارات أن تشعر بحزن شديد في هذه اللحظات من أن يظهر شفيق على الجزيرة المعادية لدولة الإمارات التي تتبنى سياسة داعمة هي وقطر لإيران، العدو الأول لدول الخليج. إيران انتهكت الأمن القومي العربي كثيرا، ولم تضع أمن الخليج خطا أحمر بالنسبة لها، ومصر دايما في كل سياساتها تعلن أن أمن الخليج خط أحمر. إذن أخطأ شفيق في حق من أكرمه بكرم الضيافة، وفي حق وطنه أيضا حينما ظهر من وسيلة معادية ليس للإمارات وحدها ولكن لهذا التكتل العربي. وأعتقد أن المواقف واضح، ولكن وأنا بقول هذا الكلام أقول أيضا أن إذا أراد شفيق أن يترشح فليترشح. ليس هناك من جانب الدولة المصرية منذ تردد أنباء عن ترشيح شفيق. طبعا ممكن البعض يقول أن كانت هناك حملات لتشويه شفيق، طبعا كانت هناك حملات مستمرة وصناعة كراهية مستمرة ضد الرئيس نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن نطالع في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعي حملات تعبر عن صناعة كراهية ضد النظام. إذا كنا نتحدث عن صناعة كراهية ضد النظام الذي يحكم، فمن الطبيعي أن تكون هناك حملات تشويه. لا نقول أن هذه الحملات لا هذا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف مسموح بها، ليس هذا هو المناخ الذي نحلم به جميعا. ده بس أنا حبيت أقول لحضراتكم الأخبار.